مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجنا حلم وفكرة. أهلا بيك يا نهلة في برنامجنا النهاردة. أهلا بك يا منى. النهاردة موضوعنا عن السمنة. السمنة هي مرض العصر، هي أساس كل الأمراض، تصلب الشرايين، السكر، الضغط، الزهايمر، وطبعا ضعف المناعة. عشان كده كتير مننا بيتبع أنظمة غذائية مختلفة رغبة منهم في فقدان الوزن، لكن للأسف النتائج دايما بتكون عكسية، وده نتيجة اتباع بعض العادات الخاطئة. وفي موضوعنا النهاردة معانا الدكتورة نهى إبراهيم، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا رنا. أهلا بك. أهلا بك يا دكتورة، منورانا النهاردة دلوقتي في موضوعنا المهم جدا. يا ترى قولي لنا إيه هي السمنة وإيه تأثيرها علينا يعني؟ طبعا السمنة الناس كلها عارفة ان هي زيادة الوزن، بس مش كل سمنة تبقى زيادة وزن غير صحي. يعني هي السمنة هي زيادة الوزن بصفة عامة، لكن زيادة الوزن ممكن تكون زيادة صحية وفي زيادة غير صحية. الزيادة الغير صحية هي السمنة. الزيادة الصحية زي الناس اللي بتبني عضلات، ممكن يكون وزنهم فوق ال 100 كيلو بس عندهم عضلات. لكن الزيادة الغير صحية هي زيادة الدهون، نسبة الدهون اللي بتأثر سلبا على الصحة بكل الحاجات اللي قلناها. ما هي زيادة الدهون دي يعني بتسد الشرايين، بتعمل حاجات كتيره بقى. يعني ممكن تعمل امراض قلب، تصلب للشرايين، الزهايمر زي ما قلنا. بتعمل كمان مقاومه الانسولين، بتعمل تكيس للمبايض، بيأخر الحمل وبيعمل تاخر شويه، لخبطه في الهرمونز عند السيدات. ممكن تعمل تسدي عند الرجال، وطبعا ضعف المناعه اللي دلوقتي بننوه جامد جدا ان احنا لازم اكتر نزود المناعة. الناس المصابه بفيروس كورونا او اللي بيحصل لهم التعقيدات والكومبليكيشنز هم مرضى السمنه. فعشان كده بقت ضروره لكل الناس اللي عندها زياده غير صحيه في الوزن ان هم ينزلوا في الوزن ويظبطوا عاداتهم الغذائيه الصحيحه. السمنه تعتبر مجموعه امراض في بعضها، مش مرض هي واحد. اساس كل الامراض، هي مرض العصر وهي اساس كل الامراض حقيقي فعلا يعني. طب هو دلوقتي الناس اللي بتبقى عايزه تعمل ريجيم، كل واحد بيبقى مش عارف ايه الريجيم اللي مناسب لطبيعه جسمه، ايه الريجيم اللي ممكن يعمله، نعملها ازاي دي؟ هو للأسف يعني احنا دلوقتي الناس هوس الدايت، وكل واحد قاعد في البيت معاه الموبايل في ايده بينزل أنظمة اي نظام وبيشتغل عليه، بس للاسف ان النتيجه في الاخر بنسبه مثلا 80% ما بتظبطش، وبتطلع نسبه يعني بتطلع هو بيعمل اثر عكسي كويس. يعني ما بينزل ما بيخسش. يعني في ناس كتير جدا بتمشي على ورق مش بتاعهم، او بيجيبوا انظمه من على النت او من على اليوتيوب الفيسبوك، او ممكن لدكاتره كبار كمان، عشان كل جسم ليه طبيعه. طبعا بينزلوا عليه عضلات، فبتلاقيه مثلا نزل وشكله بقى غريب جدا ورفع قوي او رفعت قوي، بس مش قادر تقوم من على الكرسي. حصل ظاهره اسمها تحلل العضلات، بدل ما ننزل دهون ونطلع عضلات وندي نفسنا صحه، وكمان ناكل اكل صحي، فيبتدي الفيتامينز والمعادن والصحه تبقى كويسه والمناعه كويسه. لا، ده انا بنزل كل العناصر الكويسه اللي انا محتاجها في جسمي، وبزيد دهون وبنزل عضلات، فبقى منهك وتعبان ومناعتي ضعيفه ومش قادر اقوم من مكاني. طب هو الصح الواحد قبل ما يبدا يعمل ريجيم يعمل تحاليل ويعمل حاجات يعني توضح طبيعه جسمه محتاجه ايه مثلا؟ ده اكيد ده لازم لازم طبعا. انا عشان ابتدي دلوقتي اعرف انا جسمي كميته ماشيه ازاي وايه نظام الدايت المتوافق مع الجسم، هو محتاج ايه ومش محتاج ايه. لازم اعمل اول حاجه اعرف اقرا الجسم ده، تحاليله هتبقى عامله ازاي، نسبه الهيموجلوبين قد ايه، الغده الدرقيه وافرازها، نسبه الدهون والكوليسترول. بعمل حاجه اسمها الام بادي، دي طبعا اخصائيين التغذيه والعادات بيعرفوها. الام بادي بيطلع لي تفاصيل الجسم بالتفصيل، نسبه الدهون، نسبه العضلات. مع حضرتك انا شفت ناس كتير جدا نزلوا مع حضرتك وكانت النتيجه كويسه جدا، لو ان هم كانوا مليانين قوي قوي قوي. انت حضرتك بتخليهم يعملوا تحاليل في الاول وبعد كده بتظبطيهم على نظام معين؟ ده اساسي. يا ترى النظام ده ماشي مع ناس كتير ولا كل واحد ليه نظامه المعين؟ لا، هو احنا ممكن نبتدي الاول بفكره تنظيم الاكل، ويعني بنبتدي ندخل الجسم في مود الدايت ونزول الوزن، وبنبتدي بعد كده بنشوف كل جسم هيتعاطى فكره الرجيم ازاي والدايت ازاي، هيتعامل معاها ازاي. فمثلا عندي الحامل غير اللي بترضع، غير الطفل الصغير، غير الحد الكبير، الناس الرياضيين اللي بيشتغل، الست بيت، ما اقدرش ادي نظام واحد لكل الناس.
لازم كل حد ليه نظام مختلف عن التاني، لكن في الاول بدي على حسب المجهود والسعرات والحاله الاجتماعيه كمان وحاله انت بتقعدي معاه تعرفي الداتا بتاعته. لو في غده، لو في ضغط عالي، لو في سكر، لو في مقاومه انسولين، اي حاجه بقى متعلقه بالجسم بيعاني من امراض ما بيعانيش، لازم اعرف الاول الحاله دي بتاعتها ازاي. مش اساسي في كل رجيم ان طبيعي ان احنا بنزود البروتينات والخضار وبنقلل الكربوهيدرات والسكريات؟ هو ده دي الاساسيات تمام، بس بيجي عند مرحله معينه الجسم ده، لو انا عايزه اعمل ريجيم مش عايزه انظم اكل اللي حضرتك بتقوليه ده عباره عن تنظيم اكل، باجي عند مرحله معينه بيحصل ثبات للجسم. لو انا شخص عادي بدات انظم اكلي نزلت حاجه عند نقطه معينه الجسم هيقف، فلازم اخصائي تغذيه يتدخل في النقطه دي علشان هو اللي هيحرك الحرق ويحرك الثبات ويبتدي ينزل في الوزن. دكتوره نهى من فضلك قولي لنا ايه الاخطاء الشائعه اللي الناس كلها بتعملها من خلال يعني من خلال الدايت اللي بتعمله وبتغلط كتير وما بتنزلش بالعكس بتزيد؟ عندنا اخطاء كتيره جدا ومتكرره، يعني مش من حد واحد، لا ده من ناس كتير بتعملها. ما انا عارفه من خلال قناتك على اليوتيوب حضرتك متابعه لناس كتير جدا وناس كتير جدا متابعاكي على القناه بتاعت حضرتك، يا ريت تنوهي لنا عليها عشان يخشوا مشاهدينا على القناه بتاعتك ويتفاعلوا معاها، واللي عنده سؤال يرجع لك. هو طبعا هي القناة على اليوتيوب اسمها أزهى مع نهى، بستقبل فيها كل الاستفسارات وكل الناس اللي عايزة تنزل والمتابعات، وفي كمان صفحة على الفيسبوك اسمها دكتورة نهى للصحة والجمال، فيها رسائل لو في أي حد محتاج متابعات للدايت أو أي معلومات تخص. بترد على كل الرسائل يا دكتورة؟ على كل الرسائل. وطبعا هنرجع تاني بقى للكلام اللي كنا بنقوله، الأخطاء الشائعة. من أول الأخطاء وأهم الأخطاء اللي بتحصل الحرمان، اللي انا اول ما هاخد قرار الدايت ببتدي احرم نفسي خالص بقى، وانا هعمل دايت ومش هاكل خالص مده طويله. هو ده احنا بنحرم نفسنا على اساس انها فتره مؤقته، لكن هي المفروض انها يبقى نظام حياه. هو مبدئيا الدايت مش حرمان، هو الدايت تنظيم واكل صحي. دي الفكره السائده عندنا، دي الفكره السائده عندنا، ان اعمل دايت يعني هتحرم من كل الاكل، احرم نفسي. فبالتالي اللي بيحصل ان الجسم بيحس ان هو في حاله مجاعه، بيبتدي بقى مع اول اكله، اول ما يشم الاكل كده، اول ما هيتعرض عليه اي وجبه جعان هيخزنها كلها علشان طبعاً. انا معيشه في جسمي بالزبط. في حاله مجاعه، فهو دلوقتي خايف ان مفيش طاقه بعد كده يقدر يعمل بيها عملياته الحيويه، فاول حاجه هيروح مخزن كل الاكل، يبقى انا كده سبت او زدت كمان وما خسيتش. تاني نقطه برضو بنعملها اللي احنا خلاص انا هعمل دايت، بس انا هاكل بقى من اكل البيت، يعني انا النهارده عامله دايت، اولادي عامله لهم بانيه ومكرونه محمره وكده، فانا هقلل كميه بس هاكل معاهم بقى البانيه المقلي ده والمكرونه المحمره. لا طبعا نوعيه الاكل بتفرق كتير جدا. انا مش هحرم نفسي طول اليوم واجي بقى الخبط وابقى معتبر نفسي انا حرمت نفسي وكل ده وما خسيتش. طب ما حضرتك نوعيه الاكل غلط. المشكله مش في كميه الاكل، في النوعيه، في الاثنين، الكميه والنوعيه والتوقيت. يعني ما اجيش انا بقى أكل بالليل. انا هاكل بالليل الساعه 8 تبقى اخر وجبه هتغدى، فهتغدى بقى اكل فيه نشويات وفيه خضار وفيه بروتين، بس فيه نشويات وفيه نشويات مع دهون. والساعه 8 دكتوره الساعه 8 ايه ده، في ناس بتاكل 3 و4 بالليل، في ناس بتاكل قبل ما تنام على طول. فلا طبعا كده الوجبه دي كلها هتتخزن دهون، لان انا بالليل الجسم بيبقى حرقه قليل عشان مفيش حركه، وكمان هو بيستهلك طاقه يعني علشان ينظف الاعضاء الداخليه، فهو مش هيقعد بقى يركز في الوجبه اللي انا دخلتها له دلوقتي، هو عايز يشتغل على الاعضاء الداخليه علشان يصينها وينظفها بحيث ان هي تاني يوم تبقى ريدي معاه ان هو تشتغل الاعضاء الداخليه زي الكلى والرئه والقولون والامعاء والمخ وكل حاجه بقى في الجسم تبتدي تنظف بالليل. فانا لو اكلت بالليل، هو انا الحرق ضعيف مبدئيا بالليل، مفيش حرق، كمان الجسم مش فاضي ان هو بقى يقعد يشتغل لي على الوجبات اللي دخلت بالليل، هو وراه خلاص هو كده مهمه ثانيه بيعملها. برضه خطا مهم جدا من الاخطاء اللي احنا بنعملها، ان احنا يبقى ليلنا نهار ونهارنا ليل، بنام الصبح وبصحى بالليل. بس ثلاث ارباع الناس دلوقتي عاملين كده عشان قاعدين في البيت، عشان كده ما بيخسوش. بس هو تقريبا الجسم بيحرق الدهون بالليل اثناء النوم. هو احنا عندنا هرمون مهم جدا، هو النوم بيظبط مجموعه هرمونات اهمهم هرمون النمو الجروث هرمون، ده بيتفرز بالليل من الساعه 10 للساعه 2. الجروث هرمون هو المسؤول عن تكوين العضلات وبناء الجسم. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا لو نمت من 10 ل 2 انا جسمي بيحرق 80 جرام كل يوم من مخزون الدهون. تاني حاجة عندي ان النوم من الحاجات اللي بتظبط التوتر، وهرمون التوتر والاسترس هو هرمون الكورتيزول. الكورتيزول لو قل انا كده هبقى في حالة كويسة جدا وهرمون النمو هيعلى جدا. طب انا ما نمتش كويس وهرمون الكورتيزول هيعلى جدا، بيعمل لنا توتر، هيعمل توتر وفي نفس الوقت زيادة في الوقت ادام زاد هرمون الكورتيزول قل على طول
هرمون النمو وتستوستيرون المسؤول عن تكوين العضلات. يبقى انا كده خزنت دهون حتى لو انا حارم نفسي من الاكل، لا انا كده يبقى انا بضر نفسي، يبقى انا كده ضريت نفسي مش جداً. مش عملت حاجه كويسه. كمان قله شرب الميه، الميه من الحاجات السحريه في نزول الوزن. احنا في شتاء والناس ما بتشربش ميه خالص، الميه لا مهمه جدا، بتعلي الحرق وبتدي شعور بالامتلاء. كمان احنا في عندنا مركز الجوع والشبع بيدي ساعات انا بكون عطشان مش جعان، فبندي اشاره، الجسم بيدي اشاره لا ان انا عندي احساس بالجوع، انا لو شربت شويه ميه راح الاحساس ده لان هي بتبقى اشاره مزيفه. طب دكتوره لو سمحتي، في ناس بتاخد بروتين بس في مرتين في اليوم اللي هو نظام البروتين ده، بيحرق وبيخسس ولا ما بيعملش اي نتيجه وبتحرم نفسها من الاكل طول النهار؟ لا هو في عندنا انظمه جديده دلوقتي، يعني مثلا هو مش فكره بروتين بس، انا لو اعتمد على البروتين بس لا يبقى انا كده باثر على الكلى تمام، وبرده مش هيديني الفايده المطلوبه. لا هو في انظمه جديده زي نظام الكيتو والكارنيفور اللي هو بيعتمد على اكل اللحوم، ولكن بنوقف فيه الاكل اللي فيه نشويات. هو بياخد نوع واحد بس من الاكل، هو بياخد بروتين وبياخد دهون اللي هي زي السمنه البلدي، الدهون الصحيه. تمام، هو نظام الكيتو من الانظمه اللي عملت جدل كتير جدا الفتره اللي فاتت، ولكن برضو نتائجه الملموسه كويسه. احنا ما نقدرش نقول فعلا مع ناس كتير نتائجه كويسه، لان هو بيعتمد على تركيه واحده بس. هو مشكله السمنه كلها في الانسولين، انا لو الانسولين عندي قل ووصل لمستوى معين مظبوط يبقى انا كده مش هيحصل تخزين للدهون، الجسم محتاج طاقه هياخدها من المخزون تمام. يبقى انا كده ما ببنيش دهون جديده. طيب ازاي اعرف ان معدل الحرق بتاعي ماشي مظبوط؟ هو طول ما انا منظم اكلي وبنزل اسبوعيا من 500 جرام ل 2 كيلو، ده النزول الصحي في الرينج ده كده، لان لو نزلت في الرينج ده يبقى انا كده نزولي صحي وجسمي مظبوط. النزول البطيء هو الافضل، لكن طبعا لو سريع بيروح بيرجع تاني اسوأ من الاول، ده غير ان بفقد صحتي فيه. طب يا دكتور احنا كلنا عارفين ان السمنه ليها اضرار، بس عايزين نوضح للناس اكتر ايه هي بالظبط الاضرار دي اللي بتجيلهم نتيجه السمنه. هي من اخطر حاجات اللي بتيجي عن طريق السمنه هو مبدئيا كده الكوليسترول الضار اللي بيترصد في الاوعيه الدمويه وبيسبب ضيق ليها، بيسبب جلطات، بيعمل انسداد في الشرايين، مشاكل في القلب، كمان ظاهره متلازمه تكيس المبايض اللي بتيجي كمان لاطفال وبنات يعني صغيرين، بتاخر الانجاب وبتعمل لخبطه في الهرمونات. في حاجات كتيره جدا، الزهايمر، يعني في حاجات مشاكل كتير السمنه بتعملها. مفيش حاجه في الجسم، ضعف المناعه طبعا، مفيش حاجه في الجسم باظت اللي كان سببها في الاساس هو الاكل ولخبطته وتخزين الدهون. طب يا دكتوره لو سمحتي، واحد بيعمل دايت حلو قوي بس عنده ضغط ومتوتر على طول وعصبي بطريقه بشعه، ده بينزل في الوزن ولا الحاله النفسيه بتاثر عليه؟ لا هو انا طول ما انا متوتر، طول ما الكورتيزول ده في اعلى مستوياته، وطول ما الكورتيزول في اعلى مستوياته انا عندي هرمون النمو في اقل مستوياته، يبقى انا عمري كده ما اخس. يعني احنا بننصح جمهورنا ان هو يقلل شويه من الاسترس الضغط العصبي على نفسه وياخد اموره بهدوء، لان دلوقتي اكتريه الشعب المصري عنده توتر. في ناس دي بتبقى خارجه عن ارادتهم. ما احنا بنوجه دلوقتي وبنرشد مشاهدينا وبنعلمهم ازاي الصح ويعملوا ايه من خلال الدكتوره نهى عشان يستفيدوا ويتعلموا وينزلوا ازاي. يعني هو اهم حاجه طبعا الضغط العصبي بيأثر مش بس على هرمون الكورتيزول اللي بيخليه عالي جدا وبيأثر على تخزين الدهون، لا الضغط العصبي كمان بيأثر عندنا على المناعه. يعني انا النهارده لو صحتي كويسه جدا وانا مضغوط طول الوقت هبقى عرضه للامراض اكتر من اي حد، حتى لو حد صحته نص نص. يعني المناعه بتتأثر مباشره بالحاله النفسيه والضغط العصبي، وطبعا القولون، الهضم، السمنه طبعا بتيجي نتيجه للتوتر، فلازم اول حاجه عدد ساعات نوم كافي علشان يقلل معايا هرمون الكورتيزول ويخليه في مستوى منضبط طول اليوم. وممارسه عادات صحيه بقى زي الرياضه مع طبعا يعني غذاء متوازن مع لعب رياضه مش عنيفه، لان الرياضه العنيفه بتبقى عايزه برضو متخصص يتابع مع الحاله. حتى رياضه المشي، يعني المشي لو مشينا كل يوم حاجة. ساعه هيبقى حلوه جدا. هو المشي افضل حاجه. طيب أفضل ازاي اعلي المناعه بتاعتي؟ المناعه دلوقتي احنا كلنا محتاجين جدا نعلي المناعه، اللي احنا نعليها من اول المشاكل اللي احنا بنعملها في نفسنا، اللي احنا بنستهلك كميات من السكر عاليه جدا. السكر طول ما انا بستهلك سكر او فاكهه كتير كمان انا دخلت في فخ.
بس الفاكهه كلنا كله بينصح كله فاكهه كتير. لا هو الفاكهه الفاكهه سكر في الاخر، فانا ليا معدل معقول منها على مدار اليوم. يعني نركز على الخضروات اكتر. الخضار طبعا الخضروات احسن كتير. يعني دلوقتي الناس بتجيب البرتقال وبتقعد على الخمسه كيلو تنسفهم. ما ينفعش السكر الدم هيعلى. ما ينفعش. هو فيتامين سي بس مش كده. ما هي دي من الاخطاء اللي احنا كلنا بنعملها، ان احنا ناكل برتقال كتير، سفندي كتير، تفاح كتير، متخيلين بقى ان كده مناعتنا هتعلى هتزيد. فيتامين سي بقى هيعلى. هو فيتامين سي مهم جدا، واللي موجود في الخضروات والفاكهه طبعا ممتاز، لان هو الصوره المركبه من فيتامين سي اللي بيديني كل الحاجات السحريه بتاعت فيتامين سي، واولهم الفاجوزايتوزيس او البلعمه والتهام الفيروسات اللي احنا محتاجينه في التوقيت اللي احنا فيه ده. بس كل ما هزود السكر مناعتي بتقل 40%. يبقى انا كده بدمر مناعتي باستهلاك السكر والسكريات، وطبعا النشويات اللي بتحول لسكر في الدم وبرده بتسبب عندي ضعف المناعه والسمنه. يعني مش معنى ان انا اكل فاكهه اعتمد على الفاكهه في اكلي انا مش هتخن، لا انا هتخن جدا. الفاكهه صحيه بس مش دكتور بكترة. الخضروات لوحدها كفايه والفاكهه عشان تعلي مناعتنا، ولا محتاجين جنبها ناخد فيتامينز لا طبعا لازم هيبقى فيه مكملات، علشان احنا للاسف فيتامين سي مثلا والزنك بيتكسروا بالسكر واكل النشويات، بيقلل امتصاصهم وبيخليهم مش بيشتغلوا كويس في الجسم. يعني احنا كده بنضر نفسنا لما ناكل سكريات كتير. طبعا طبعا ده على في كل حاجه، ده في كل حاجه سكر مدمر. نمنعه نهائي اصلا. المفترض ان انا لازم امنع السكر او استبدله بديل صحي زي سكر الاستيفيا. ده سكر. بس انا اعرف ان السكر ممكن يتمنع هو والملح، بنقللهم في سن معين، يعني مثلا بعد سن ال40. للاسف لا، هو السكر اصلا بيعمل ادمان في المخ. بيعمل حاله من حالات الادمان. يعني في دراسه اتعملت على مجموعه من الفرن في زي جامعه كده في كاليفورنيا، على يعني زي معهد الحواس الخمس في كاليفورنيا تقريبا، اتعمل على مجموعه من الفرن، مجموعه ادوهم كوكايين ومجموعه ادوها سكر، فلقوا ان الاعراض بتاعت الادمان بتاعت السكر اعلى من الكوكايين. عشان كده هتلاقينا كلنا مرتبطين. يعني احنا بندمر نفسنا طبعا بالسكر. احنا في الشتاء كمان هتلاقي المود وحش قوي، فطول الوقت انت رابطه ان انت انا هاكل حاجه مسكره هبقى كويسه، هاكل شوكولاته حاسه ان مودي مش كويس. لا، هو السكر بيشتغل على مركز اسمه الريورد سنتر في المخ، اللي هو مركز المكافاه. مركز المكافاه ده هو اللي انا بكافئ نفسي وبيديني مود حلو قوي زي الكوكايين كده، يعني بيديني حاجه زي النشوه كده، بيعمل لي مزاج. مزاج. فانا كل حاجه مسكره هبقى مبسوط. فده كارثه. لو عايزه امنع السكر ينفع حاجه زي العسل الابيض مثلا بديل؟ للاسف نفس النتيجه. هو نفس القصه، العسل الابيض مش لحد عنده مشكله. يعني العسل الابيض والحاجات اللي هي بقى السكريات الصحيحه مش لحد عنده سمنه او عنده مشكله. تمام. يعني ممكن اخد معلقه العسل على كوبايه الميه الصبح، بس انا ما بكونش بعمل دايت. لان بس دي بتعمل نتيجه. لا. الميه الصبح دي بتعمل نتيجه؟ لا ما بتعملش نتيجه. ميه دافيه ممكن، بس بعصره ليمون بسيطه عشان فيتامين سي، عشان اصلا الفيتامين سي بيعلي الحرق. لكن فكره تحط عليها عسل، لا دي اكذوبه. يعني دي حاجات من المعتقدات الخاطئه اللي الشعب المصري كله يقول انا بشرب عسل بليمون الصبح وميه دافيه وما بحسش. لو معاها اعشاب بقى كمون ومش عارفه ويانسون. هي في اعشاب حارقه فعلا وبتجيب نتيجه ممتازه، بس مش لوحدها. يعني انا النهارده هاكل كل اللي انا عايزه، برده هشرب شويه قرفه بكمون وليمون والحاجات دي ما دي من الاخطاء الشائعه، ان هو طول النهار نشرب ميه دافيه وعليها ليمون وعشان هنخسس هيعلي الحرق. مش معاها ايه؟ لازم اعمل نظام غذائي متوازن، لازم عشان انا عايزه. يعني الاعتماد على الميه الدافيه بس والليمون ده ما بيخسس. اقفل بقي، لازم بقي يتقفل. لازم بقي يسكت شويه. بقي يتقفل واكل جسمي اكل صحي علشان انزل نزول صحي، ويكون واساعده بقى بالاعشاب، ويكون اقل من المجهود اللي ببذله عشان طبعا لازم. وبعدين هو كل واحد ليه مجهود معين، ليه سعرات معينه، مش اي حد ياخد نظام بتاع حد تاني، مش هينفع. طب قولي لنا ابرز الناس اللي جم عندك ويخسوا وانت حاولتي معاهم بطريقه كتير وما خسوش، يعني في جسم ما بيخسش. هو فكره ان ما بيخسش دي بتبقى قليله شويه، بس هو المشكله بتبقى الحالات الصعبه قوي، اللي هو مثلا انت طالعه الميزان اصلا الميزان مش عايز يقرا. لا دي حالات معديه، يعني حالات معديه جامد يعني. الاصل واحنا عشان كده يعني بنشوف ايه ابرز الناس اللي ممكن مهما يعملوا ريجيم مفيش حاجه بتاثر فيهم وما بيخسوش. هو في حالات إن مثلا مشكله في الغده الدرقيه مثلا فمفيش حرق اصلا. طب ممكن في نهايه فقرتنا كده يعني نقول نبذه سريعه كده للمشاهدين ازاي نعمل ريجيم صحي؟ هو الريجيم الصحي مش صعب خالص، يعني احنا الموضوع ابسط من البساطه. نعتمد عادات غذائيه وعادات في يومنا تكون صحيحه، يعني انام بدري، اصحى بدري، اشرب ميه قبل الوجبات، كل يعني قبل كل وجبه اشرب كوبايتين ميه.
كمان اعمل وجبات متوازنه فيها يكون بروتين مسلوق او مشوي، يكون معايا الخضار ني في ني، ما احطش الزيت او السمنه اللي هي السمنه البلدي على النار علشان بتتهدرب، الزيوت بتتهدرب طبعا. لازم طبق السلطه يوميا، السلطه مهمه جدا في حياتنا، يكون فيها أصلاً كل العناصر اللي فيها في الخضار اللي موجوده يعني ملونه، ملونه ملونه لان هي من الاساسيات. لازم اقلل الكافيين شويه وانام نوم في اوضه مظلمه لمده 8 ساعات عشان جسمي يستقر. انتي نورتينا يا دكتوره نهى، والنهارده جمهورنا ومشاهدينا خدوا معلومات حلوه جدا من حضرتك، وان شاء الله ان شاء الله حضرتك تبقي متميزه في مجالك باذن الله. نشكرك على وجودك معانا النهارده. اعزائي المشاهدين انتهت فقرتنا النهارده، وانتظرونا بعد الفاصل مع نشوى ايمان.